قوتي الشخصية. ايه قوة الشخصية؟ يعني ايه ملامحها؟ بالنسبة لي انا من سيطرتي على اسود في قفص واحد توصل لعشر اسود، اسود ونمور واسود بيضة ونمور بيضة وانواع مختلفة، واقدر ان انا اكون سيطرة ان انا في حياتي الخاصة بسيطر على اسود، اكيد في حياتي بقى الشخصية او العامة اكيد شخصيتي شوية قوية يعني، بس مش قوية ان انا بمارس سيطرتي على الناس اللي حواليا، لا قوية في نفسي اني معتمدة على نفسي. سؤال،